اوف. كم كيلو؟ 2 ب اقل من سنة. لاروع القصص اشتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. 60 كيلو اقل من سنة. كيف اول شيء ضعفتيهم؟ هلا انا الحكيم لما عملت العملية قال لي بدي شي سنة ونص تقريبا تبلش اعطي نتيجة. قررت انا اكسر السنة ونص، ما بدي انطر، استنطرت كثير ما بدي انطر سنة ونص. بأقل من سنة نزلت 60 كيلو. قديش اليوم هيام تقبلت حالها لما صارت بجسد جديد بشكل جديد؟ قد ايه اخذ وقت لتتقبل حالها؟ كل كيلو عم تضعفه، شو كان عم بيروح من هيام القديمه وشو كانت عم تكتسب هيام بالمقابل؟ انا كانت ثقتي بحالي قويه دجا، بس زادت ثقتي بحالي وصرت اخسر كل هول القصص اللي كانت معلقه براسي واللي كانت تزعجني كثير، من ناحيه اني الحكي اللي اسمعه، من ناحيه نظره العالم لالي. وهيبة قلتي بداية حوارنا انه 90% انت راضي اليوم عن جسدك. جسدي اكيد ما في كمال الواحد يكون راضي 100%، ولكن الخطوه الثانيه كمان تكوني راضيه اكثر. في خطوه ثانيه او لا اكتفيتي انت هيك؟ لا، اذا ان شاء الله لقيت خطوه ثانيه في بعض، اكيد يعني في شويه مطارح تلاقيها بعدها شوي ناصحه شوي هيك بدها شويه تعديل، ان شاء الله رح اخطيها هالخطوه، ما رح اوقف بس لهون. لانه وين المشكله اذا كانت المراه شوي في عندها هي بالنسبه خلص انا هلا انا بالنسبه للمجتمع خلص صار يتقبلني، بس انا صار عندي انا طموح انه اوصل لانا ارضي حالي 100%، مع انه ما رح اوصل له. كيف اليوم بدك تروحي بعد الكم شغله اللي زعجتك؟ اكيد عمليات اسهل شيء. ما بتخافي من عمليه لتضعفي؟ إلى عمليات تجميل كرمال تنحت جسمك، إلى عمليات أخرى كرمال تجبط وجهك، لما أكبر بالعمر. لا هلأ بدي ألجأ إلى دائرة مفرغة نبرم فيها وصولا للجسد المثالي والجسد اللي بذهننا بدنا نوصل له، وكل ما نعمل خطوة نقول قربنا بس بعد ما وصلنا، ونقضي العمر عم نعمل خطوات لنوصل للجسد المثالي، يمكن الجسد المثالي ما نوصل له أبدا. طالما انا راضيه، طالما انا مقتنعه بيني وبين حالي انه انا ما وصلت لمرحله الوسواس، رح ضلني اعمل كل شيء بيريح نفسيتي اكثر واكثر. بس ما في شخص ممكن يقول انا وصلت لمرحله الوسواس. بس في شخص بيكون عم يوعى حاله انه صار عم يتعلق بهالاشياء اكثر واكثر. لما بتصوري اليوم حالك سيلفي، شو بتقولي لما تعملي سيلفي؟ حلوه. وبعد كم سيلفي بتكوني راضيه عن الصوره؟ مش من اول سيلفي، يعني كذا سيلفي بدي اخذ لتطلع خلص هي التوب هيدي. تزبط بالخامسة؟ تزبط بالخامسة. شكرا لك وهيبة.